تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. تبقى قاعد النكد مليك والحزن مليك والدنيا عماله تجيب وتحط عليك، والنادي الاهلي خسران من صن داونز والزمالك خرج من افريقيا، وتبقى قاعد كئيب كجمهور نادي اهلي او كجمهور نادي الزمالك، وتبص تلاقي الضحك جاي لك من كل اتجاه. ازاي يا كابتن؟ تخيل يا مؤمن ان كابتن خالد الغندور طالع يقول لك ان الخروج من افريقيا ده ميزه مش عيب، وان البطوله الافريقيه بطوله ضعيفه بطوله هشه ملهاش لازمه. ايوه يا فندم قال كده، مش مصدقني هسمعكم قال كده. فعلا خالد الغندور قال ان بطوله افريقيا بطوله ضعيفه بطوله ضعيفه بطوله افريقيا بطوله ضعيفه، وان الخروج من افريقيا ده ميزه مش عيب، ميزه بالنسبه لنادي الزمالك. مش مصدقني طبعا، او ممكن الناس تكون مصدقه عشان عارفين خالد الغندور. طيب تعالوا نطلع ونسمع كده كابتن خالد الفطوطه او خالد الغندور قال ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تتابعني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف كابتن فطوطه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. لان قولا واحدا يا كابتن سيف، البطوله الافريقيه دي بطوله ضعيفه وما فيهاش غير اربع خمس فرق في البطوله كلها بصراحه يعني، وبقيه الفرق فرق عاديه لا تمتلك اي لعيب دولي، امكانياتهم الماديه قليله، اسعار اللعيبه ضعيفه، عقودهم ضعيفه. فانت بتتكلم انهم كل انديه افريقيا لما بتيجي تتكلم تتكلم على الاهلي طبعا بطل افريقيا، انت عندك الترجي، عندك الوداد، الرجاء، الزمالك، صن داونز شويه بس، ممكن تطلع لك فرقه كده زي بيترو اتلتيكو كده مره كل فين وفين، كل زي سيمبا السنه اللي فاتت يعني، حاجات كده يعني. وبقيه الفرق فرق عاديه يعني، حتى الهلال والمريخ بقوا بعاد شويه نوعا ما يعني، هم دول الفرق اللي بيمتلكوا لعيبه وبيمتلكوا نجوم. انت في مصر اعلى عقود لعيبه واعلى عقود مديرين فنيين، او في مدير فني في افريقيا بياخد 180 الف دولار؟ في لا، افريقيا كلها كل الانديه الافريقيه هو نمره واحد الـ 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 الاهلي في المديرين الفنيين والزمالك بس، مش حد بياخد 180 الف دولار مدير فني يعني. فالمفروض انت عندك مدير فني بالمبلغ ده وعندك كواليتي لعيبه منتخبات، سواء منتخبات مصر او منتخب المغرب او منتخب تونس او يعني او منتخب مالي او او او، انت عايز ايه يعني؟ الطبيعي ان انت لازم تاخد البطوله او تروح للمناطق البعيده يعني. لكن طبعا الزمالك عنده مشاكل، مشاكل عنده بقاله سنه ونص ما عندوش اي اضافات، سنه ونص ما عندوش اي اضافات، وبالتالي امبارح والقرارات القادم للزمالك شكله عامل ازاي؟ يعني هتلعب بالناشئين؟ اللعيبه اللي موجوده هتلعب؟ لا، هو هيستعين ببعض اللعيبه، بعض اللعيبه دلوقتي انت خرجت رسمي خلاص من من البطولة الأفريقية، وقد يرى البعض إن ده عيب وكارثة، وقد يرى البعض إنها ميزة. أنا شايفها ميزة يعني، خروجنا ميزة يعني، بعد اتخاذ القرارات والأمور الصعبة اللي بيمر بيها نادي الزمالك. هقول لك ليه، ساعات الخروج بيبقى ميزة. قول لي بتهزر أكيد. والله، لأن أنت ساعتها هتعرف تتخذ قرارات تبني عليها. يعني أنت دلوقتي مثلا عندك الماتش اللي جاي بيترو أتلتيكو، فاهم قصدي؟ وبالتالي هتفضل تحط لعيبه بقى تانية، تبتدي بقى تدي لعيبه معينه، اللعيبه دي هتفيدك في الدوري ومره واثنين بس حلمك راح يعني، حلمك في المنافسه على البطوله ماشي، ما هو حلمك راح، لكن في النهايه انت عايز تبني للسنه الجايه، عايز تبني للسنه الجايه، هتبتدي تبني بقى للسنه الجايه، تحط بقى سيستم عمل للسنه الجديده، شوف بقى اللعيبه اللي خلاص اللي مش هتكمل معاك واللعيبه اللي هتكمل معاك. طب والدوري؟ وانا بقى هتلعب بقى على الدوري، ما انا بقول لك اصل انت خد بالك كابتن سيف، معلش برضو الناس مش واخده بالها، هسالك سؤال وانت جاوبني. طارق حامد ما جددش، ابو جبل ما جددش، وناجم ما جددش، بن شرقي ما جددش،
انا بديك اهو امثله. عمر السعيد ما جددش، ماشي. افرض طارق راح طارق وابو جبل وبن شرقي ونجم وسيف الجزيره، سيف الجزيره كده كما يعني لو عايز تسيبه وعايز تبيعه، كل دول هيمشوا شهر 6. كل دول الناس مش واخده بالها. انت حضرتك الموسم بتاعك ممتد لغايه اخر شهر 8، صح؟ طيب انت لو عايز تنتقل لنادي تاني هتمشي امتى؟ لو انت سيف الجزيره مش فري، ده فاضل له سنتين. بقول لك انت لو عايز تبيعه، لو عايز تبيعه هتبيعه بعد ما القيد يقفل في الدول كلها ولا هتبيعه قبليها؟ طب هتعمل ايه؟ ده انت عندك نص فرقه كده اهي. ما انا بقول لك اهو، ما انت قولا واحدا. هو فرجاني مشي السنه اللي فاتت امتى؟ نفس التوقيت. مشي ليه؟ لان قال لك انا عقدي بينتهي نهايه شهر 5. يا باشا انا فاضل لي شهرين في الدوري. لا معلش، انا عقدي بينتهي شهر 5 وبقت سنه خلاص. ما فرجاني مشي يبقى الكل زيه هيمشي. وبالتالي انا دلوقتي عايز مثلا ناجم عايز يرجع الوداد مثلا، طارق مثلا جاي له اتحاد جده، مثلا ابو جبل جاي له النصر، انت سيف الجزيره جاي له مثلا في الامارات، وانت مثلا عرضه للبيع. كل دول هيجوا في نهايه شهر 5 يقول لك معلش شكرا، انا كده عقدي انتهى وراجع بقى، انا رايح على بلد تانية وعايز البطاقه الدوليه وكده. هتكمل انت بقيه الدوري حوالي 10 12 13 ماتش بدون 5 6 لعيبه اللي مش هيجددوا. ده قولا واحدا. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انت لازم من دلوقتي تبني. هبني منين؟ طيب انا الكود واقف عندي. لا اجيب تبني. لا مش تبني انت. ليه؟ انت عندك، بص، انت عندك عبد الله جمعه، وعندك فتوح، وعندك عبد الشافي، وعندك زيزو، وعندك رؤى، وعندك ماجد هاني ده لعيب في نص الملعب، وعندك حسام اشرف اللي هو طبعا كان سبب عدم القيد اساسا، وعندك محمود علاء، وعندك الونش، وعندك زيزو، وعندك ما انا بقول لك عندك حسام اشرف، وعندك عمر السعيد. ما هو في السعيد هيكمل بقيه الموسم معاك لنهايه الموسم، لان كده كده في مصر الكشف الطبي ويعمل فتره الاعداد ويبتدي الدوري عندهم شهر 8. زي ما حضراتكم شايفين سيف زاهر كان بيضرب كف على كف، بقول له انت بتهزر؟ قال له لا بتكلم بجد. طبعا هنتكلم على بطوله افريقيا ضعيفه. طيب هو ازاي بطوله افريقيا ضعيفه ونادي الزمالك ليه 22 سنه مش عارف ياخد البطوله الضعيفه دي؟ يبقى نادي الزمالك ضعيفه ولا قوي يا كابتن خالد؟ لما انت بتحلل وبتقيم بطوله افريقيا انها بطوله ضعيفه، ده يا جماعه خالد الغندور نفسه لما الزمالك بيقع في فرقه او بيقع في مجموعه في اي بطوله لبطولات افريقيا اللي فاتت وحتى السنه دي، كان يقول لك مفيش دلوقتي فرقه ضعيفه في افريقيا، كل المستويات بقت متقاربه. لما الزمالك يطلع من البطوله خلاص بقت البطوله وحشه وضعيفه. تخيل لو الزمالك اخذ البطوله يقول لك دي اقوى نسخه من نسخ دوري ابطال افريقيا. يا عم هو انتوا بتاكلوا ايه؟ هو انتوا بتتعاطوا ايه؟ هو انتوا بتسفوا ايه؟ انتوا دماغكم دي فيها ايه؟ عايزين نعمل اشعه كده يعني لعقليه الزملكاوي، ونجيب واحد طبيعي عادي اهلاوي ونشوف عقل ده ولا ده زي بعض ولا في اختلاف ولا في ايه؟ عايزين نعرف ايه اللي في دماغكم وايه اللي جوه دماغكم؟ ازاي انت بتصنف بطوله من اقوى البطولات الافريقيه على انها بطوله ضعيفه؟ ازاي؟ ما تفهمني يا كابتن خالد. وانت نفسك بلسانك لما الزمالك بيقع في اي مجموعه قبل ما يلعب بتقول ان المجموعه دي قويه وان مفيش فرقه دلوقتي ضعيفه في افريقيا، كل الفرق بقت ليها حظوظ وليها وليها وليها، دلوقتي بقت ضعيفه؟ وبتقول ان خروج نادي الزمالك ميزه مش عيب؟ ايه الميزه اللي فيه؟ قلت لكم 22 سنه السادسه يا زمالك، السادسه يا زمالك، ليكم 22 سنه يا مؤمن. دلوقتي بقى ميزه على ايه؟ انك تبني بايه؟ انت نص الفريق عندك هيمشي، نص الفريق مش هيجدد، وعندك ايقاف قيد، ما سددتش ديونك اللي على نادي الزمالك، والفريق الناشئين اذا كان ما فيش خير في الكبار، هيبقى في خير في الناشئين، جايب مدرب عنده 90 سنه وبتقول هيغزو افريقيا وهيحتل افريقيا، واول ماتش عمله ضحك كل افريقيا على نادي الزمالك. يعني يا كابتن خالد اذا كان المتلقي مجنون او اذا كان اللي بيلقي الكلمه مجنون، يبقى المستمع عاقل.
اذا كنت انت بتقول اي كلام واي هلفطه بتضحك بيه على جماهيرك، احنا المفروض نناقشك في الكلام اللي انت بتقوله. لا، بطولة افريقيا بطولة قوية يا كابتن خالد، وفي فرق اكتر من 10 فرق ولا 12 فريق ولا 10 فرق كويسين في افريقيا يا كابتن خالد، ولا انت عشان خرجت من البطولة وخرجت يعني مش حصلت البطولة، شبه حصالة للبطولة؟ طبعا لسه في جولتين ونادي الزمالك خرج من الجولتين الاولى، طبعا دي كارثة بالنسبة لنادي الزمالك، ولكن زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان صنيعة الإعلام الزملكاوي إن هو ينفخ في اللعيبة بتاعته ويهيئهم على إنهم أبطال وهم كومبارسات، فشيء طبيعي السقوط في أفريقيا. والله والله لولا احتواء الحكام في مصر كان زمان الزمالك واخد 2 دوري وزيهم 2 كاس وأفريقيا 3 أفريقيا ولا 2 أفريقيا. في احتواء رهيب لنادي الزمالك، نادي الزمالك يعني كان بياخد بطولات وهمية من صنيعة الإعلام وبينفخوا فيهم وتاريخهم يشهد على كده، لكن تقول لمين وتسمع لمين ولا من مين؟ هو ده الزمالك؟ هو ده إعلام الزمالك؟ هو ده تفكير الزمالك والقائمين والإعلاميين بتاعت نادي الزمالك، إن البطولة اللي يخرج منها نادي الزمالك بقت بطولة ضعيفة، البطولة اللي ياخدها نادي الزمالك أقوى بطولة في العالم. حتى الجرجير مرة كان بيسأله خالد فتوت قال له طب لو الزمالك راح كأس العالم، قال له لا ده هتبقى أعظم بطولة في العالم. هو ده تفكيره، هو ده تفكير البليلة. ربنا يكفينا شر البليلة وأكل البليلة. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الأهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو أول مرة تشوفني، أول مرة تتابعني، أول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناة تقاليد الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.